صليت إماما وفي الركعة الأخيرة سجدت سجودا واحدا ثم قرأت التشهد وسلمت، وبعد السلام قال المأمومون لم نسجد إلا سجودا واحدا، فكبرت وسجدت ثم سلمت ثم أتيت بسجود السهو، هل فعلي صحيح؟ ما هذا ناقص، كان الواجب عليك أنك سجدت السجدة الثانية ثم أتيت بالتشهد الأخير بعدها ثم سلمت بعد ذلك، لأنك تركت ركنين، السجود الثاني وتشهد الأخير. فإذا كنت عملت هذا العمل ولم تأتي بالتشهد الأخير فعليك أن تعيد الصلاة كاملة، ومن خلفك يعيدون الصلاة، لأنكم تركتم ركنا من أركان الصلاة.